يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الإنسان لا بد أن يكون عبدا إما لله وإما لغير الله، ونسمع من بعض الملحدين أنه ليس عبدا لله ولا لغيره، فهل قوله هذا صحيح؟ هذا كذاب، هو نفسه عبد، يقول الكلام هو نفسه عبد، ما يخرج عن العبودية مهما قال. لذلك تجده يخضع لأشياء ما ظن أنها عبودية، وهي عبودية. نعم.